بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الدرس النهاردة أول درس في شرح الـ Open CV. هنتكلم فيه عن الـ Image Read، إزاي نحن نقدر نقرأ صورة ونعرض الصورة دي، تمام؟ هو نسميها Image Read، لأ أنا أخليها Image. طب بالمرة برضو هنتكلم عن السبايدر برضو للناس اللي ما استعملتش السبايدر قبل كده، وهنقول مميزاته وبعض الخصائص اللي فيه عشان نسهل على نفسنا استعماله. اول حاجه السبايدر هو جزء من الاناكوندا انفايرمنت، بيجي معاها باي ديفولت يعني، وانت تقدر تستعمله في اي وقت وتقدر تسطبه برضو لوحده. انا كتبت الخطوات تحت الفيديو اللي فات، وفي الريبوزيتوري ان شاء الله بتاعتي او المستودع يعني اللي هو على جيت هاب هتلاقي فيه. انا عملت امبارح ريدمي فايل عملت فيه شرح ازاي تنستول الاناكوندا، سواء بالكوماند لاين يعني، او سواء لو انت بتعمل انستول للاناكوندا. ان شاء الله برضو الاوبن قلنا السبايدر هو عبارة عن اي دي اي. اي دي اي يعني عبارة عن انفايرمنت كاملة تقدر تكتب فيها يعني. هو اصلا ال IDE دي بتبقى عبارة عن ايه؟ عن الجزء الرئيسي اللي انت المفروض بتكتب فيه الكود اللي هو اسمه الاديتور. والاديتور ده انت ممكن تكتب الكود بتاعك في اي اديتور. انت عشان تكتب اي كود في اي لغة برمجة محتاج حاجتين، اول حاجة الاديتور اللي هو الحاجة اللي انت بتكتب فيها الكود بتاعك، وده اي تكست اديتور ممكن تكتب فيه كود. طبعا يفضل انه يكون بيعمل هايلاين يعني بيلون الكود كده طبقا للحاجات اللي انت بتكتبها، وبالاضافة ان هو بيكون فيه انتربريتر او كومبايلر حسب اللغة، تمام؟ فده الانتربريتر بتاعنا هنا هو 3.5 بايثون 3.5، تمام. بالاضافه ان عندنا كمان الكونسول هنا اللي بتشتغل بالاي بايثون. والاي بايثون اللي ما يعرفش هو عباره عن ايه، انهانسد ان انتراكتيف بايثون، يعني حاجه بتظهر البايثون هنا. يعني انا اكتب اي امر هنا، انا لو كتبت مثلا اي حاجه بتكتبها هي بتظهر لك الايه الاوتبوت. يعني لو كتبت 1 بلس 1 مثلا بتلاقي ايه، فده الان بتاع ايه بتاع السطر 1، وده الاوت بتاع السطر 1، تمام. فده الاي بايثون. ميزه برضه الاي بايثون هي بتاخد اوامر شيل او باش، يعني الاوامر بتاعت لينوكس، ودي مفيده جدا برضه في حاجات كتيره. فمنها مثلا ان انا دلوقتي عايز اعرف الوركينج دايركتوري اللي انا واقف عليه، فاكتب بي دبليو دي، ده الوركينج دايركتوري اللي انا واقف عليه، تمام. لو كتبت الكلام ده في الاديتور هنا عشان هو مش شغال اي بايثون هيقول ان ده غلط. اهو لو كتبت بي دبليو دي كده وسبتها اهو، ورحت عامل كده اهو مثلا انتر، هتلاقيه راح مطلع لي undefined name. هو فاكرها نيم، فاكر ان ده نيم، في حين ان ده امر باش، هو مش نيم ولا حاجه، تمام. فهو كده ايه، ولو جيت عملت ران للكود ده هيطلع لي ده ايرور، ايه البي دبليو دي اللي انت بتقول عليها دي، تمام. في حين انا لما كتبتها في الاي بايثون طلعت لي الايه الوركينج دايركتي. في برضه عندنا الوركينج دايركتي، بمناسبه الوركينج دايركتي اللي انا بشتغل عليه، لو عايز اظبطه بظبطه من هنا اهو زي ما انت شايف كده، ده الوركينج دايركتي اللي انا واقف عليه اهو اللي ظهر لي بي دبليو دي. انا دلوقتي الفايل ده هو مش موجود فيه، يعني في عندي برضه من مميزات هنا عندي الفاريبل اكسبلورر، ده حاجه زي الماتلاب كده بتظهر لي الفاريبلز اللي موجوده في الكود بتاعي بعد ما حصل لها ران، بتظهر لي الفاريبلز هنا. هو فاضي دلوقتي او بعد ما هنرن الكود هنلاقي فيه فاريبلز ظهرتني هنا. الفايل اكسبلورر ممكن انا اشوف الفايلز اللي جوه الكود عندي، او بصيت كده جوه هنا هبص الاقي ان ده الوركينج دايركتوري اللي انا واقف عليه اهو، اهو هو ده. طبعا الوركينج دايركتوري ده غلط، وانا لو عملت رن الكود كده يحصل لي ايرور. ليه؟ لان انا مثلا بريد هنا فايل، بعمل ريد لفايل، بقرا فايل اسمه opencv.logo.png، فلو جيت قريت الفايل ده هنا مش هلاقيه موجود، فبالتالي هيطلع لي ايرور. المفروض الفايل ده يا اما اديله باص بتاع الفايل، يا اما اديله، يا اما الفايل ده يكون موجود معايا في نفس الوركينج دايركتوري. فبالتالي لازم انا اغير الوركينج دايركتوري. اغير ازاي؟ اخش هنا اعمل براوز واخش اختار الوركينج دايركتوري بتاعي، تمام. او انا لو انا مختاره قبل كده زي هنا مثلا كده هلاقيه موجود هنا كده، او اعمل كده وادوس انتر. لو بصيت هتلاقي دلوقتي اهو فايلز موجوده هنا، واوبن سي في لوجو دوت بين جي ده موجوده هنا اهو، تمام. وادي الفايل اللي احنا شغالين عليه، مثلا عايز اعمل له رينيم مثلا عشان انا كنت مسميه ريد رايت، فهخليه ريد بس اهو، اقوم عامل كده اهو وادوس اوكي، تمام.
وهكذا يعني. ففي مميزات كتيرة جدا دي منهم في موضوع الهلب او الدوكيومنتيشن، يعني مثلا زي مثلا لو انا ايه عندي مثلا عايز اكتب اي فانكشن مثلا، زي مثلا فانكشن المفروض بتطلع انا عملت كنت عملت دي قبل كده، فمثلا عايزين نشوف حاجة تانية غيرها زي ايه مثلا زي سم مثلا، وادوس كنترول اي واطلع لي الايه الدوكيومنتيشن بتاع السم فانكشن، السم فانكشن دي بتاخد ايه، ايه الانبوتس بتاعها، ايه الاوتبوت بتعمل ايه وهكذا. تمام. في برضو لو دوست فتحت القوس هنا هتلاقي طلع لي بابل فيها برضو الدوكيومنتيشن بتاع الفانكشن بالارجومنتس اللي هي بتاخدها. تمام. فدي من مميزات برضو السبايدر. في برضو موضوع الاوتو كومبليتيشن، في عشان في ناس برضو فاكره ان مفيش اوتو كومبليتيشن، في اوتو كومبليتيشن في السبايدر بان انا ادوس تاب، زي مثلا لما اجي اقول فروم اس كي اقوم جاي ستيب مثلا، تلاقي لي اس كي ايمج اس كي ليرن، في كذا عندي كذا لايبرري اولها اس كي، فاقول اس كي ليرن ماشي فروم اس كي ليرن دوت مثلا تريز، راح هو فتح لوحده انا حتى ما دوتش تيب راح هو فتح، بس انا لو عايزه بدوس تيب، لو انا هو ما فتحش لوحده بدوس تيب، بدوس تريز مثلا اقول له امبورت اكتب اي ام بي وتيب راح بكمل ديسيشن تريز مثلا ديسيشن. هو ده ستيب اهو راح مطلع الديسيشن تري كلاسيفاير مثلا، شوف كلمه طويله هي انا مش فاكرها بتتكتب ازاي، راح هو مطلعها لي. تمام. فده الاوتو كومبليتيشن بتاع السبايدر. ونفس الكلام ممكن يطلع يعني هنا برضو في الايه في الكونسول برضو بتاعته فيها اوتو كومبليتيشن، يعني لو جوزت برضو اس كي واقوم ده ستيب، بس طبعا هو مفتحش عشان انا بكتب غلط اصلا، فاقول فروم اس كي واقوم ده ستيب سكيلر، مش عارف ليه مش عايز يشتغل معايا في الكونسول. بس هو المفروض ان الكونسول برضه بيبقى فيه الموضوع ده، او سام مثلا او سام راح سام اشتغلت، هو ساعات بيهنج طبعا بس هو موجود يعني. نبدا بقى دلوقتي في عايز اقول برضه ان بايثون، انا دلوقتي انا الانتربريتر بتاعي بايثون 3.5. تمام. هو ده اللي شغال عليه، والاي بايثون دي فيرجن الاي بايثون اهي. طيب عايزين نعمل ايه؟ عايزين نشوف بقى الكود بتاعنا عبارة عن ايه، وانا كاتب الاكواد، ببقى كاتب الاكواد جاهزة عشان خاطر ما نضيعش الوقت. تمام. ونشرح ونشوف حاول نتعلم اكتر وقت ممكن. اول حاجة عايز اقول ان الاكواد دي او الامثلة اللي احنا بنشرحها دي غالبا متاخدة من الاوبن سي في توتوريال اصلا، ده هو موجود مجاني اصلا على الموقع بتاع اوبن سي في، واغلب الكورسات اللي بتشرح بتبقى واخده الامثله بتاعته، بيزود عليها شويه او حاجه. فانت لو عايز ترجع برضو للتوتوريال ترجع تقدر ترجع له. تمام. هنحاول نزود شويه حاجات بس عليه ونحاول نتعلم اكتر. اول حاجه بعمل امبورت لللايبرز اللي انا عايزها، فبعمل امبورت النم باي از ان بي، والنم باي دي اللايبرري او ساعات في ناس بتقولها نم بي، بس عشان بس ما تقولش الراجل ده بيقول كلام غريب ليه، هي نامبي لو انت نطقتها بالانجلش يعني طبقا لكتابة الحروف فهي نامبي، لكن لو انت عايز المقصود منها هي نام باي، وفي ناس كتير بتنطقها كده سواء عرب او امريكان او اي دولة في الدنيا، لان هي نام نيوميريكال يعني نيوميريكال، وباي اللي هي بايثون. فده اللي هي بترمز عليه، دي اللايبراري المسؤوله عن العمليات الحسابيه اللي هي في اللينير الجبرا، العمليات الحسابيه في الماتريسيز يعني في البايثون. وبنعمل از ان بي عشان مش كل مره نقعد نكتب نم باي فهنكتب ان بي. طيب امبورت سي في 2 اللي هو الاوبن سي في لما بنيجي نعملها امبورت هي لوحدها معموله اسمها سي في 2. تمام. فلما باجي اعمل لها امبورت بعمل امبورت سي في 2. تمام. اول حاجه عملت ده فاريبل اسمه ايمج هقرا فيه الصوره بتاعتي، قلنا بي ايكوال سي في 2 دوت ايمج ريد اي ام ريد او ايمج ريد، ده الفانكشن للسي في 2 اللي في اوبن سي في اللي بتقرا اي ايه اي صوره، وبياخد هنا اسم الصوره اللي موجوده اللي زي ما قلت لك لازم تكون موجوده في الاي وركينج دايركتوري بتاعي، او ادي الباص هنا كامل لو هي مش موجوده في الوركينج دايركتوري موجوده في فولدر تاني، اكتب بقى ايه المسار بتاع الصوره دي موجود فين. نمرة اتنين هنا الجزء ده برضو مش هنعمله كتير، بس احنا قلنا نعرضه هنا عشان خاطر يعني تبقى عارف عندك في انه فكرة. بعمل كرييت لويندو. تمام. الاوبن سي في من مميزاتها ان ليها جي او اي،
اقدر زي برضو شبه بتاع الماتلاب كده شويه، اقدر اعمل، لو انا اقدر اعمل ابلكيشن معين يعني بيعمل حاجه معينه، فاقدر اعمل له جي يو اي ظريف كده عباره عن ويندو فيها باتونز وكلام من دون وسلايدز وحاجات كده، اقدر ايه اكنترول عليها بحيث ان يبقى عندي ويندو جي يو اي شكله ظريف اقدر اكنترول بيه على الايه، على الابلكيشن بتاعي عشان ما احتاجش يعني جي يو اي تاني من بره. فهو في هنا جي يو اي، في مثلا حاجه في هنا اوبجكت اسمه نيمد ويندو، يعني ويندو انا هسميها تمام، وهسمي الويندو دي اوبن سي في لوجو، انا هسميها ايه اوبن سي في لوجو، يعني الاسم اللي هيظهر على الويندو من فوق اوبن سي في لوجو تمام. ونوع الويندو دي سي في 2 دوت ويندو نورمال، نورمال دي يعني ايه ويندو عاديه خالص، اقدر اكبرها واصغرها واعمل لها ماكسمايزيشن مينيمايزيشن، اقدر انيمها تحت زي ما انا عايز تمام. في نوع تاني اسمه ويندو ريسايز، ده نوع تاني بستخدمه غالبا لو انا احتجت بعد كده اضيف، لو انا بعمل ويندو فاضيه مثلا زي الابلكيشن بتاعي عامله كده ان هو بيفتح ويندو فاضيه، وبعد كده مثلا من الويندو دي بعمل براوس مثلا وبنقي مثلا ايمج، فانا عايز الويندو دي هي لما تتفتح هتريسايز لوحديها بعد كده لما اجي افتح الايمج فيها تمام. فبنبقى نستعمل نوع تاني من الاوبجكت اسمه ويندو ريسايز تمام. بعد كده بعد ما اخدت الايمج قريتها وعملت الاوبجكت اللي اسمه ويندو دون اسمه اوبن سي في لوجو ده، هنحط هنظهر بقى الصوره جوه الويندو دي، فهنقول سي في 2 دوت ايمج شو او اي اي ام شو، هنظهر هذه الصوره في الويندو اللي اسمها اوبن سي في لوجو، والصوره اللي انا اريها اصلا اسمها ايمج تمام اي ام جي. بعد كده عندي السطر دون اللي هو سي في 2 دوت ويت كي اوف زيرو، ده السطر ده وظيفته ايه؟ السطر ده بيعمل بوز للبرنامج ويعمل ويت كي، يعني ايه يعني لما ساعة انت بتعمل تيجي تشغل برنامج يقول لك بريس اني كي تو كونتينيو، هو ده بالظبط بيعمل كده، مستنيك ان انت تدوس اي كي عندك على الكيبورد عشان يكمل، يعني هو واقف عند السطر ده ومش هينفذ اي سطر من بعده الا بعد ما حضرتك تدوس على اي كي. السطر اللي بعده هيبقى ايه؟ السطر اللي بعده ان هو سي في 2 دوت ديستروي اول ويندوز، هيقفل كل الويندوز اللي كان فاتحها البرنامج بتاعي تمام. تعال نرن الكود، هندوس ران هنا اهو زي ما انت شفت كده فتح لي ويندو، الويندو دي خلي بالك اهي ريسايزابل، يعني ممكن اكبرها كده اكبرها كده اهي كده عادي كل حاجه زي الفل معايا، سوري صغرت اهي، اكبر الويندو دي اهو كده اهو تمام، زي ما انا سميتها اسمها اوبن سي في لوجو هنا تمام. اقدر اعمل لها مينيمايز، اقدر اعمل لها ماكسمايز اهو ماكسمايز، اقدر اعمل لها مينيمايز تحت كده، كل ده ايه متاح تمام. ما انت شايف كده في تحت هنا حاجه بتحدد مكان البوينتر بتاع الكروزر اللي هو الماوس بتاعي فين، اكس وواي اكس وواي، انا لو اتحركت في الاكس بس كده اهو هتلاقي الاكس بيتغير والواي تقريبا ثابت، طبعا ايه بتتهز يعني في الواي بتتحرك بتغير واحد ولا اتنين ولا حاجه يعني تمام. لو اتحركت كده فانا بتحرك في الواي، الاكس بتاعي ثابت تقريبا تمام. طيب الار جي بي زي ما احنا ايه هنقول ان اي صوره في الدنيا عبارة عن بتتكون من عبارة عن ريزوليوشن، عبارة عن الهايت اللي هو البيكسلز، الصورة من جوه بتقسم بيكسلز، يعني انت لو بصيت الصورة دي ركزت شوية كده هتلاقيها مبكسلة، يعني ما احنا بنقول ايه مبكسلة عشان الريزوليوشن بتاعها ضعيف قليل، فشايف زي ما انت شايف كده في مربعات هنا اهو، اما انا كبرتها اما انا اكبر فيها تبص هتلاقيها عبارة عن ايه، الصورة عبارة عن شوية مربعات، الصورة من جوه عبارة عن ايه شوية مربعات، احنا بنسميها ايه بيكسلز، في الاوبن سي في بنسميها بيكسلز زي ما انت شايف كده. حتى احنا كده الصوره لما يبقى شكلها عامل كده نقول لك الصوره ايه مبكسله، لما تيجي تعمل تشغل فيديو من على النت مثلا النت ضعيف ولا بتحمل صوره ريزوليوشن بتاعها سيء تبص تلاقيها الصوره دي ايه مبكسله كده، لو انت شايف البكسلز ما هيش سموث كفايه ان انت تقدر ان انت ما تشوفش البكسلز، فاي صوره في احنا ايه المفروض لو هي ريزوليوشن بتاعها كويس انت مش هتشوف البكسلز بتاعها، بس هي عشان الريزوليوشن بتاعها ضعيف فاحنا شايفين البكسلز يعني تمام. طيب اي بكسل من دول عبارة عن يعني عبارة عن ايه، يبقى قلنا الصورة دي عبارة عن اللي هو الهايت بتاعها ده عدد البكسلز اللي واقفة بالطول دي اللي هي في الواي، وبعد والويدث بتاعها اللي هو عدد البكسلز اللي في الاكس تمام، وهي عبارة عن 3 شانلز. ايه ال 3 شانلز دول؟ ال 3 شانلز دول عبارة عن ار وجي وبي، ار وجي وبي اللي هم الريد والجرين والبلو، عباره عن ثلاث الوان، والثلاث الوان دول بيتحطوا على بعض بدرجات مختلفه فبيكونوا لنا ايه شكل الصوره. كل واحد قيمه في دول، كل قيمه في الثلاثه دول بتكون واخده قيمه، كل يعني يعني دي عباره عن ثلاثه ماتريسيز كده كده
ورا واقفين ورا بعض، الطول بتاعهم ثابت والعرض بتاعهم ثابت، لكن القيم اللي متغيره في الثلاثه اللي ورا بعض هي اللي متغيره. في قيمه للريد ممكن تكون زيرو مثلا، وممكن تكون من زيرو الى 255، وفي قيمه للبلو في من زيرو ل 255، وفي قيمه للجرين من زيرو ل 255. فلو جينا عند الابيض مثلا كده هتلاقي الثلاث قيم تقريبا ب 255، يعني 254 عشان ده مش بيور ابيض يعني، لكنه جراي شويه. لو جيت عند الاسود كده هتلاقي الثلاث قيم بصفر. لو جينا عند الجرين هتلاقي الجرين هو اللي ب 253 او 254 والباقيين بصفر. عند الاحمر هتلاقي الريد هو اللي ب 253 والباقيين بصفر. عند الازرق هتلاقي 254 والباقيين بصفر. تمام، فدي ايه مكونات الصوره. طبعا زي ما قلت لك الكود بعد ما فتح كده، خد بالك ان كل ده الكود واقف مستني عامل ايه، عامل ويت كي مستنيني انا ادوس على اي كي. انا ادوس اسكيب مثلا، راح الايه، راح اعمل ديستروي الويندو، قفل الويندو. تمام، هو ده الايه الكود بتاعي. لو بصيت هتلاقي ظهر لي فاريبل اهو اسمه ايمج، ودي ميزه من مميزات السبايدر ان انا يتظهر لي الفاريبل اهو. هقوم دبل كليك عليه هتلاقيه راح ظاهر لي الماتريكس اهو. الماتريكس شكلها ظريف ازاي، وهتلاقي اروح انا مكبر كده عشان اعرف اشوفها. هتلاقي ده الشيب بتاع الماتريكس اهو، يبقى انا مش محتاج اعمل برنت للشيب، ابص كده اشوفه على طول. الشيب بتاعها كام اللي هو زي ما قلت لك، الطول بتاعها اللي بتسميه الهايت 171، طولها 171، عرضها 140، يبقى هي 171 في 140 بكسل. في 3 شانلز اللي هم قلت لك بتوع الايه، بتوع الار والجي والبي اهو. لو انا نعمل نظبط الاكسس اللي احنا شايفينها كده، فلو انا بصيت كده هتلاقي الايه، هتلاقي البدء الطول ده بادئ من زيرو وافضل نازل لتحت كده لحد 170، الاندكس 170 يبقى 171. طيب والعرض بادئ من زيرو برضو هنا، وافضل ماشي كده بالعرض لحد ما هوصل عند ال 139، يبقى العرض بتاعها كام؟ 140. وانا اللي انا شايفه قدامي ده كده اللي هو مين؟ الالوان بقى، يعني كل واحده من دول. انا دلوقتي واقف على الزيرو، لو غيرت كده انا كده بقيت واقف على ال 1، كده واقف على الشانل 2 ماشي. دول الثري شانلز الايه اللي عندي. تمام، فانا مثلا كلمه اوبن سي في اللي تحت اللي مكتوبه بالاسود دي، تمام، في كلمة اوبن سي في تحت مكتوبة بالاسود، هي دي اللي انا شايف، هي دي اللي في الجزء ده اهو، هي دي لو انا غيرت بين الشانلز كده، نزلت كده تحت خالص، هلاقي ايه، هلاقيها بصفار، التلاتة بصفار تقريبا. وفي بعد كده الجزء اللي هو ده التدرج ما بين الاسود بقى الى الابيض، الابيض ب 255 في التلاتة هتلاقيه ب 255. تمام اهو، ننزل لنفس المكان اهو، هتلاقي برضو باسود بزيرو في الثلاثه تشانلز بتوعي، والابيض هتلاقيه ب 253 او 254 في الثري تشانلز برضو. وده الجزء ده كده اللي هو الجزء بتتدرج فيه ايه الالوان. تمام، كده احنا شوفنا شكل الصوره لما بتتقري بيبقى شكلها عباره عن ايه، الشيب بتاعها عباره عن ايه، الهايت والويتس والثري تشانلز. طبعا هنتكلم عن الكلام ده تاني، دي مش اخر مره. وعرفنا ازاي نقرا صوره. بالمناسبه الايمج ريد دي ليها اوبشنز ممكن برضو نضيفها، ان انا ممكن احط هنا يا اما زيرو يا اما واحد يا اما ناقص واحد. لو حطيت هنا زيرو، تعال نعمل كده نرن، هتبص هتلاقي الايمج طلع لي مالها، حول الايمج ايه لجري، ما بقاش في ار ولا جي ولا بيحول الايمج ايه لجري. يبقى انا لما بقول له ده اقرا الايمج دي بزيرو، بزيرو دي معناها ايه؟ اقرا لي الايمج دي عباره عن ايه؟ عباره عن جري. يبقى الايمج دي ما بقاش فيها 3 شانلز، بقى فيها شانل واحده. تمام، والشانل دي عباره عن كلها هي عباره عن ايه، ارقام بتتدرج من الزيرو الى 255، والزيرو هو الاسود وال 255 هو الابيض، واللي بينهم هو الجراي دون، درجات الجراي بقى بدرجاته. تمام، طبعا خد بالك هو مستني ادوس كي، فانا هدوس اسكيب. بص كده الماتريكس تحولت ايه الى 170 في 171 في 140، بس ما بقاش فيه شانلز، خلاص الشانلز راحت خلاص. طيب لو انا قلت له واحد، دي معناها ان اقراها بالالوان، اقراها بالايه، بالالوان ار جي بي. اعمل ران، هيظهر ان اطلع لي نفس اللي طلع لي ايه المره اللي فاتت، تطلع لي نفس اللي طلع لي ايه المره اللي فاتت، هي نفس اللي طلع لي، بقت 3 بقت 3 شانلز اهون، وفي الالوان بتاعتها موجوده معاها. دوس اسكيب خلاص، شفت بقى بقت ايه، 3 3 شانل. وفي اوبشن كمان اللي هو ماينس واحد، ده معناها اقراها زي ما هي، اقراها
زي ما يعني هي لو الوان هتبقى الوان، لو هي ايه لو هي جراي هتقراها جراي. تمام، بس بدوس اسكيب، بس هنا ما اظهر ليش الار جي بي يعني. ادي دوس اسكيب، بقت عبارة عن ايه الايمج بتاعتنا اهي، وارى هنا شانل رابعة، مش انا مش هنتكلم عنها المرة دي، بس هو في ممكن يبقى في شانل رابعة اللي هي الالفا او الشفافية يعني، بس احنا مش عايزين نتكلم عنها دلوقتي. تمام، ان شاء الله الكود بتاعي ده هشيره في على الجيت هاب في الريبوزيتوري بتاعتي، الناس ممكن ترجع له تداونلود الكود وتعمله ران. اتمنى الناس تحاول تلعب في الكود، تحاول تكتب كود زيه من نفسها، تقلده كده على الغايب، تقراه كويس وبعدين تحاول تكتبه هو بايده عشان خاطر يفتكر الفانكشنز اللي احنا مكتوبه ديا. اتمنى الناس تكون مستفيده، ويا ريت يبقى في شويه تفاعل عشان اعرف الناس عايزه ايه، فاهمه ولا مش فاهمه، في حاجه وحشه انا بعملها تقولوا لي عليها. يلا، اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.